ذهب شارلوك هولمز والدكتور واتسون في رحلة كشفية. تناولا العشاء ثم استلقيا في الخيمة وغطى الاثنان في نوم عميق. بعد عدة ساعات استيقظ هولمز وأيقظ صاحبه. واتسون، انظر إلى السماء وقل لي ماذا ترى. نظر واتسون إلى الأعلى وقال: أرى الملايين من النجوم. رد عليه هولمز: وماذا يخبرك ذلك؟ فكر واتسون قليلا ثم قال: فلكيا يخبرني هذا أنه ربما هناك ملايين المجرات وربما مليارات الكواكب. من ناحية علم التنجيم يخبرني أن زحل في برج الأسد. من ناحية الوقت يخبرني الأمر أننا في الساعة الثالثة إلا ربع تقريبا. دينيا يخبرني الأمر عن قدرة الله الخارقة. مناخيا يبدو أننا سنستمتع بيوم جميل مشرق غدا. وأنت ماذا يخبرك الأمر يا هولمز؟ سكت هولمز قليلا ثم قال: واتسون أيها الغبي، أحدهم سرق الخيمة. الكثير من نقاشات العالم من حولنا وعلى برامج التلفاز تحديدا هي نسخة طبق الأصل من هذا الحوار، والخيمة الأساسية مسروقة.